إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير. عندنا هنا اللاند كروزر 2008، مثبت السرعة مو شغال. طبعا في حس الكمبيوتر ما في، كان أكواد، كان في أكواد خص حساسات السرعة الأربعة، بس أتوقع أنه كان في مشكلة سابقا، لأنه كان الأكواد موجودة فأنا مسحت لها أكواد، أو مسحت الأكواد فراحت الأكواد، وخدت فيه مشوار مرة ومرتين وثلاثة وأربعة مع ظهرة الفحص مرة ثانية. أفحص الكمبيوتر وأشوفه قدام الأنظار، ما فيه الأكواد. طبعا هو يجي النظام المثبت السرعة في اللاند كروزر مع البادي كنترول. لاحظوا نو كود ولا عطل. طبعا عندنا هنا البيانات الحية حق حساس الكفرات الأربعة، طبعا تخشها عن طريق نظام مانع الانزلاق أو الـ ABS، ونشوف الآن. شوف ما شاء الله تبارك الله، جمع الكفرات شغالة. شيكت على الفيوزات كلها، جميعها شغالة، اللي عند المحرك واللي أسفل الطبلون. المثبت عندي هنا ما يستجيب، يعني حتى ما في طقة الاستجابة، الطبلون هنا ما يولع معنا المفتاح حق ال، لاحظوا حق المثبت ما يشتغل. المعروف إنه المثبت لو كان شغال تولع اللمبة هنا. الآن أنا سويت الاختبار عن طريق الجهاز، وراح اوريكم اياها بعد شوي. الاوامر اخذها من الجهاز تولع اللمبه معنا هنا، لكن الاوامر من هنا ما في. فالان انا ما ادري هو من الشريحه نفسها ولا من نفس المفتاح او السويتش. فانا بفك الان الديكور حق شريحه الايرباج، وبنشوف هل الكهرباء واصله أو يوصل كهرباء أو ما يعطي كهرباء. فإذا ما يعطي كهرباء راح أنا أعطيه كهرباء أوامر عن طريق عند الجهاز حق فحص الضفيرة، وبنشوف تولع معنا أم لا. لأنه أنا عشان ما الآن أفصل هل المشكلة من المفتاح أو من السويتش. الطبلون ما يشتغل مثبت، راح أظلين أعطيه الأمر. نرجع نروح على الأنظمة، اختار اللي هو البادي كنترول، طبعا راح اختار الخيار الثاني اللي بعد الإيرباج. طبعا اعذروني ما عندي اللغة الإنجليزية، لكن أنا حسب التوجيه اللي جاني من الشباب ما شاء الله تبارك الله متخصصين في البرمجة. نخش على الخيار الثاني، نختار اللي هو عملية الاختبارات حق الأنظمة. طبعا هذه مجموعة أنظمة، في منها بعضها اختبار اللي هو فحص اللمبات أو الإضاءات. فراح نختار اللي هو هذا اللي هو مكتوب له اللامب كروس أو كروس، اللي هو حق المثبت السرعة. طبعا لاحظوا أنا بسوي له، طبعا هذا يجيك الشروط اللي يقول لك إياها أو التعليمات، إنه يكون الماكينة شغالة بس طافية. عندك برضو الخيار الثاني تحت أسفل، وتعطيه الأمر هنا نو أو أوف. طبعا راح أنا أعطيه الأمر عن طريق الأون، لما يجيني أون هنا راح تولع معي لمبة الإيرباج أو لمبة المثبت السرعة. يعني النظام في الكمبيوتر شغال الآن، يعني هذا النظام يعني إنه الضفيرة فيه أو الكهرباء شغالة. الآن بعد ما شوف اللمبة شغالة راح نسوي لها أوف، ونرجع ونروح نشيك على السويتش حق المثبت وحق اللي هو شريحة الإيرباك. طبعا عشان نفك الدركسون هنا لازم نفصل البطارية. وعندنا هنا الديكور اللي حول المثبت هذا، فك الديكور هذا حول المثبت. ايضا عندنا هنا
الاطار هذا راح نفكه، تلاقي فيه مسامير او نلاقي فيه مسامير تثبيت للارباك، نفكها ونطلع الارباك وبعدها نشوف نختبر الكهرباء في المفتاح. طبعا فكينا السالب، طبعا اوريكم شغله في الكامري بينطبق على نفس اللاند كروزر، فقط اللهم يمكن شعار مثبت السرعه لانه يختلف من موديلات الموديلات، لان هذا 2008 يجي كتابه وفي الكامري يجي له علامه، لاحظوا المثبتين لما يصل تضغط عليه تسمع انه فيه زي الطقه يعني يمسك. اللي في الاند كروزر تحس انه ما في يعني ما في لمس، يعني يبدو لي انه حتى المشكله في يعني لاحظوا حتى المفتاح هنا يتحرك معي، اللي في الاند كروزر مقفل يعني تحس انه تالف المفتاح، بس من باب الاحتياط عشان ما نخسر لازم نفحص الكنترول او السويتش حق المفتاح. لاحظ عندي هنا يطفي ويشتغل، فهذا يعطيني انطباع انه حق الاند كروزر عطلان، لكن انا من باب التاكيد واعتبر انه كان ما عندي سياره اطبق عليها فلازم نفحص خطوات عشان الواحد ممكن يشوف المشكله حسب الخطوات. فكينا الديكور الايسر والايمن، هذا حق اللي في المثبت وهذا جهه اليسار. لاحظوا عندي هنا فك المفتاح هذا اللي هنا وفي الجنب الثاني نفس الحكايه، نرخل او نحل المسامير هذه وهذا نفس الحكايه. شوف هنا في نفس المسمار، طبعا حلينا المسامير عن طريق المفتاح هذا النجمه. ونسحب الايرباك، لاحظوا لاحظوا الغريب، في اسلاك مشبكه بطريقه عشوائيه، ما ادري ايش المشكله السابقه اللي موجوده وتم عليها تعديل. لاحظوا الان السلك الاخضر ده تركيب مركب بطريقه عشوائيه، هذا يبدو لانه قد صار فيه مشكله في المثبت او تم تغييره او الشريحه نفسها مغيره. طبعا عشان نفتح الافياش حق الارباقات عندك هنا القفله هذه بالسكروب الصغير ترفع لفوق، ايضا عندك هذه ترفع لفوق القفله تسحبها لا، لكن هذا السلك البوري الله اعلم، انا ما ادري ايش الهدف من هذا التشبيك، هل الشريحه مغيره ما تدعم ام هل المفتاح في مشكله، بنشوف الان. طبعا الارضي هذا طلع للسلك هذا للبوري مركبينه في المسمار، يعني المفروض يركب هنا في السنه هذه في اثنين فوق تكون للبوري واثنين تحت للمثبت. طبعا عندي هنا حق الكامري راح افك المثبت واجربه على اللاند كروزر، وهذا عندي هنا حق اللاند كروزر القديم وهذا عندي حق الكامري. ايضا ركبنا المثبت حقتنا ونفس الحكاية ما يعطيني أي تجاوب، لاحظوا ما في، وهذا يعطيني من مشكلة من الشريحة الداخلية، يا أنها تغيرت جديدة وما تدعم يا أنها فيها مشكلة أو عطلانة. ثاني شيء راح أجرب الآن المفتاح حق اللاند كروزر على الكامري، لاحظوا عندي برضو هذا الآن المفتاح حق اللاند كروزر برضو ما يستجيب ما في. شوف الحين لما رجع على المفتاح حقي هنا راح يشتغل. طبعا لاحظ الان المفتاح اللي عندي انا حق الكامري شغال مثبت، هذا يعطيني انطباع الان انه كل ثنتين عندي عطلانه المفتاح والشريحه،
يا انه كان المفتاح عطله من اول وغير الشريحه عشان اساسا يشتغل وما اشتغل، يا انه الشريحه مضروبه والسويتش مضروب. الان عندي كل الحالتين لازم تتغير. انا عندي الان المثبت حقي شغال و100%، لكن ما اشتغل عنده في اللاند كروزر. ونفس الحكايه المثبت حقه برضه جربناه في الكامري وما اشتغل ايضا، حتى العصا نفس العصا حق المثبت حق اللاند كروزر ما يتحرك فوق لتحت، في مشكله. فالله يعينه، يعني لازم يغير الشريحه، واتوقع انه قد فك الشريحه لانه انا لقيت اثر فك وتركيب قبل، وانت لاحظت السلك كيف مركب، فاتوقع انه في مشكله في الشريحه ولازم يغير المثبت. شوف لي طول عمري طول عمرك تاكد لي من الرجال انه ما قد سبق غير المجموعه هذه اللي جوا، لانه عنده هذا عطلان، هذا المفتاح حق المثبت عطلان خربان، حطيت حق الكامري ما اشتغل، وبرضه حطيت حق الصالون في الكامري وما اشتغل، حق الكامري شغال ما شاء الله تبارك الله. وعنده الشريحه الداخليه هذه الدائريه اللي هنا عطلانه، او انه غيرها بقطعه ما هي مناسبه للمثبت، فان كان يبغى يغيرها الان بخليها مفتوحه لين بعد صلاه العصر، ان كان بيغيرها خطوا له من الوكاله ويدفع قيمتها، وانا والله ما ادري على كم سعرها. ان كان يبغاها زي ما هي رجعت الطبلون ورجعت كل شيء وانتهى الموضوع، يجي ياخذها. السياره الان عندي هنا مشكله المثبت طلع من المفتاح ومن الشريحه. طبعا للاسف السيارات المستخدمه وملاك السيارات المستخدمه اللي ياخذها وفيها اعطال وما يدري عنها تجي انت تسوي لها صيانه، انت بتتعب نفسك وتتعب معاهم حتى الورش اللي بعدك، لان الورش اللي بعدك ما يدرون عن اساسيات السياره هذه وايش وضعيتها، فيتعبون في الفحص ويتعبونك حتى انت برضو في الثمن. طلعت السياره هذه اساسا ما فيها مثبت سرعه من الشركه، ومثبت عليها سرعه شاريها مرهمه ترهيم، يعني زي ما انا سويت في الكامري 17. طبعا ما فيها مشاكل، بس ان الشريحه تتغير ويتغير المثبت. طبعا في الجير العادي يتركب عليها مثبت سرعه، لكنه لازم يتركب حساس في الكلتش، اعتقد حساس اضافي، لانه الجير العادي ما يجي من الشركه، اعتقد انه فيها مثبت، الله اعلم. المهم، فمن وضوح الترهيم حق البوري هذا دليل على ان الشريحه عطلانه، وبدل ما يغير الشريحه راح سوالها ارضي وركبها في الارض اللي هنا، فهذه احد المشاكل. لما رحت الوكالة أطلب الشريحة برقم الشاص طلع أنه أساسا ما في مثبت. جيت التشليح قال لي أبيع لك الدركسون بالكامل. أنا إيش أبغى الدركسون كامل؟ أنا أبغى المثبت وأبغى الشريحة. طبعا حتى ما أبغى الشريحة، أبغى المثبت والشريحة أشتريها جديدة، لكن رفض أني أبيع الدركسون كامل. فخليتهم، تواصلت مع واحد الله يعطي العافية اسمه بندر عوض، أنا قد سبق تعاملت معه، وقد أعطاني هي شريحة الكامري الفول كامل والمثبت، ولها لا ما شاء الله عندي يمكن سنتين أو ثلاث مثبت أحلى ما يكون، وطبعا قطع أصلية. فأنا طلبت منه الآن اللاند كروزر المثبت والحساس، وإن شاء الله أول ما يوصلني راح أركبها. الآن بس حبيت أبين لكم إنه المشكلة كانت في المثبت عطلان، أيضا الشريحة، وهذا دليل قاطع إنه الشريحة عطلانة. فمرهمين حق البوري لانه ما يدق عن طريق الشريحه، لان البو الشريحه تخص الارباك وتخص الشريحه وتخص كل شيء، فعطلان فيها البوري، فحطوا له ارضي مع المسمار اللي هنا. فهذا دليل على انها عطلانه، لان جبت برضه المثبت حق الكامري وما اشتغل زي ما شفتم. فالان راح ارجع القطعه زي ما هي، وراح ان شاء الله اطرح مقطع ثاني اذا تم الاصلاح بعون الله مع القطعة الجديدة للشريحه والمثبت. ايضا برضه نتاكد من الحساس، لكن ان شاء الله حساس الكلتش لان الجير العادي ان شاء الله ما فيه مشاكل. فرح نطبق الان، راح نشد المسامير اللي هنا. طبعا ركبنا السلك البوري، شريحه الارباق راح اركبها الان. شدينا المسمار اللي هنا، المسمار اللي هنا، ركبنا الديكور الأيمن، وركبنا الديكور الأيسر. كذا خلصنا من فك التركيب، الآن راح نركب
الكهرباء، واتمنى الجميع يستفيد يعني السيارات المستخدمه خصوصا جهات التركيبات الترهيمات التعديلات، وانت ما تدري عنها ولا تدري ايش مشاكلها، دائما تكون متعبه لك ومتعبه لمن بعدك في التشخيص. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.